بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله سيد الخلق أجمعين. أيها الإخوة الأحرار في الجزيرة العربية الحرة، شكرا لكم، شجعتموني على هذه الحلقات الخاصة عبر اليوتيوب بعيدا عن القنوات الفضائيات العربية والغربية وسياسة التحرير، وجها لوجه معكم. ستلاحظون في كل الحلقات التي تمهد لكتب القادمة عن المملكة العربية السعودية أنني ألتزم بالموضوعية، بالدقة، بالعلمية، بالمنهجية. ستلاحظون أيضا أنني لا أشتم، لا أسب، لا أجرح، لا أمدح، وبخاصة لا أمدح، والحمد لله تاريخي ناصع في ذلك، لم أمدح حاكما عربيا. مرة أخرى عودة للموضوع الأهم، محمد بن سلمان إلى أين؟ هل نجح في انتصاره في ليلة السكاكين الطويلة على الأمراء والوزراء؟ هل ثم مقاومة ممكنة؟ هل يستطيع تأسيس المملكة السلمانية الأولى بعد أن قضى على الدولة السعودية الثالثة؟ الدولة السعودية الثالثة تم القضاء عليها على يد محمد بن سلمان. نحن إذن في بداية نشأة الدولة السلمانية الأولى، هل تنجح أم لا تنجح؟ سنرى ذلك عبر مناهج سنستخدمها في أبحاثنا. في ليلة السكاكين الطويلة تحدثنا كثيرا في الحلقات السابقة عن شخصية متعب بن عبد الله قائد الحرس الوطني ودعم قبائل شمر والمطيري والعتيبة للحرس الوطني ولمتعب. اليوم سنركز أكثر على شخصية جديدة بمعنى تحليلنا، وهي شخصية الوليد بن طلال. الوليد بن طلال مشهور عالميا بثروة 20 مليار دولار، بعلاقات هائلة واستثمارات هائلة خاصة في سيتي جروب، حتى والت ديزني للأطفال استثمر فيها الوليد بن طلال. الوليد بن طلال حسب المعلومات المتأكدة إلى حد الآن لم يقبل أن يعطي ثروته أو جزء كبير من ثروته لمحمد بن سلمان. بس ماذا أعطيك ثروتي؟ الوليد بن طلال يقول أن 20 مليار دولار جمعها عبر نشاطاته في الغرب، عبر بورصة وول ستريت الأمريكية في نيويورك. تعرفون أن أبي طلال بن عبد العزيز وكان من أمراء الأحرار، يعني كان من أمراء الأحرار الذين ذهبوا وعاشوا والتجوا إلى مصر الناصرية ضد أخوانه من آل سعود. قال أعطيت 100,000 دولار وقال تصرف. الوليد بن طلال وهو جزء منه لبناني باعتبار أمه لبنانية، أمه بنت رئيس الحكومة السابق الراحل منح الصلح، أمه لبنانية. الوليد بن طلال من 100,000 دولار جمع ثروة وصلت إلى 850 مليون دولار، اشترى سيتي جروب السهم الأمريكي وسعره منخفض منهار جدا، قام بلعبة قمار يعني، فربح فيما بعد 18 مرة بمعنى 1800% من المبلغ المستثمر. إذن 20 مليار دولار نعرف قصتها. لهذا الوليد بن طلال يقول إذا تريد يا محمد بن سلمان أن تحاسبني عن الفساد، أنا مستعد لمحاكمة دولية وعلنية وشفافة، وأعطي الوثائق والعقود ومصادر أموالي ومصادر ثروتي من أين كونتها. تأتي أنت وتستولي عليها باسم ماذا؟ فتوة؟ يعني في النهاية من أنت؟ محمد بن سلمان يحارب الفساد، لكن محمد بن سلمان اشترى يخت لرجل أعمال روسي لمجرد أنه في الساحل الفرنسي أعجبه فاشتراه. اليخت يساوي 300 مليون دولار، دفع فيه محمد بن سلمان 550 مليون دولار. محمد بن سلمان اشترى قصر الويس 14، آخر معلومة خرجت هذه الأيام، 300 مليون دولار لقصر. محمد بن سلمان اشترى لوحة ليوناردو دافنشي الرسام الشهير لعصر النهضة الإيطالية ب 450 مليون دولار، الرقم فلكي لا يصدق للوحة مهما كان نوعها.
لكن هل يفهم محمد بن سلمان ليوناردو دافنشي؟ هل يعرف الموناليزا؟ هل لديه معرفة في الفن، في الإضاءة، في اللوحة، في المثلث الذهبي، القاعدة الذهبية الجمالية الإغريقية في المثلث الذهبي والإضاءة؟ هل يستطيع أن يفهم لوحة ما وهو لم يدرس طول حياتي خارج المدرسة التقليدية السعودية الوهابية في الرياض؟ لم يسافر، لم يدرس في الخارج، هل يفهم الفن؟ هل يعرف عصر النهضة؟ هل يعرف رافائيل، بورتيتشيلي؟ أنا هؤلاء اطلعت عليهم ودرست فنهم في تونس في حصة الحضارة الفرنسية، وأنا عمري كم يعني؟ عمري 16 سنة، وأنا أعرف وأنقد. كان الامتحان هو نقد لوحة ليوناردو دافنشي، كنا مركزين على الموناليزا لأنها أشهر، ونقد بورتيتشيلي ورافائيلو حتى التفاصيل. فلما أرى لوحة في متحف أعرف لدي خلفيتي الفنية الثقافية، لماذا اشتراها محمد بن سلمان وهو لا يفهم في الفن إطلاقا؟ اشتراها لأنها غالية، وغالية جدا، لأن أغلى مما تصور. وهذه طبعا الصحافة الغربية تتحدث راه يوميا عن فضائح أمراء السعود بصفة عامة، والآن مركزين على محمد بن سلمان. دائما يقولون أن العقارات والقصور التي يشتروها تضاعف على الأقل 10 مرات. إذا القصر $30 مليون هو محمد بن سلمان يصير $300 مليون. تضخيم الفواتير مثلا منهجية مع أمراء السعود، يشترون فيلل ب$5-10 مليون وهي تساوي دائما العشر ثمنها الحقيقي. اشتروا فريق يونايتد مانشستر في بريطانيا. إذن محمد بن سلمان يفهم في الفن، يفهم في القصور وآثارها ولويس الرابع عشر، ربما يفهم في اليخوت، لكن كيف سيحارب الفساد وهو لا يقدم وجها مشرفا لمحاربة الفساد؟ عمر بن عبد العزيز حارب الفساد، جمال عبد الناصر حارب الفساد، ولما توفي كان في حسابي 272 جنيه ولا يملك بيتا خاصا. هواريب مدين حارب الفساد وعنده خطابا شهيرا عن ثوار كيف بعضكم بدأ يستغني بعد الاستقلال، وكان يعيش يعني كان دكتور أحمد طالب إبراهيمي يشرفني في بيتي ونتناقش ويحكي لي أنه هواريب مدين كان ينام على سرير مثل أي جندي، مثل أي عسكري في ثكنة، وتزوج يدوبك يعني ووضعت زوجته أنيسة بومدين بعض الورود والزهور هنا وهناك. عاش متقشفا، مات لا يملك لا رصيد حساب ولا اشترى فيلل ولا قصور ولا هم يحزنون. بورقيبة رئيس الزعيم التونسي، أعطيكم قصة، لا يملك أي شيء، يعتبر أن الدولة التونسية أو قصور الرئاسة هي ملك الشعب ويعيش فيها. بورقيبة أعطاه مرة الملك قابوس أعطاه هدية، قال له أنت سيد الرئيس يعني ليس لديك حتى مسكن خاص، هذه $5 مليون لك أنت ليس للدولة التونسية، هي هدية خاصة لك أنت. فشكره السلطان قابوس، رجع إلى عمان. بورقيبة فورا أخذ التليفون وكلم محافظ البنك المركزي، قال له تعال تعال أنا دبرت لك $5 مليون تصبهم فورا في ميزانية الدولة وتثري فورا ميزانية الدولة، شفت هذه الهدية التي جاءتنا في الوقت المناسب لميزانية الدولة. هؤلاء الزعماء حينما يتحدثون عن الفساد يسمع لهم، نسمع لهم، لأنهم أول من يطبقوا القسوة على أنفسهم، أول من يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسب الآخرين، لذلك تصدقهم الناس. لهذا السبب قصة محاربة الفساد لا يصدق أحد، لا يصدق الشعب في الجزيرة العربية ولا الملاحظين الأجانب ولا الصحافة الأمريكية تسخر والبريطانية تسخر، كيف لمن يحارب الفساد يشتري في لوحة $450 مليون وهو رقم فلكي ولا يعرف حتى مضمونها الفني والإبداعي، هو قصر $300 مليون أو يخت $550 مليون ويجمع هذه الثروات، ماذا يفعل بها؟ أنا حسب ما أعتقد محمد بن سلمان عنده سنويا فاتورتين، الفاتورة الأولى هي ترامب، يجب أن يدفع الجزية لترامب، هذه السنة $460 مليون، ترامب يطالب بنفس الشيء السنة القادمة. لهذا ترامب في تغريدته قال هذا مسألة هامة جدا محاربة الفساد، لأنه يعرف أن محمد بن سلمان يجمع لهم الأموال حتى يعطيها له المرة القادمة، ثم يجمع لنفسه
يضع لنفسه، هو يستولي على الشركات العقارية، ضرب بن لادن، ضرب الحريري، يجمع كل شيء لنفسه حتى يصبح تريليونير، ليس مليونير، ليس ملياردير، تريليونير بمعنى يمتلك أكثر من 1000 مليار دولار. أعود للوليد بن طلال. الوليد بن طلال طبعا يشعر بالغبن باعتبار أنه ربما الوحيد من المسجونين وحقق الحق، لابد موضوعين أن نقول دائما كلمة حق. الوليد بن طلال جمع ثروته في نيويورك في وول ستريت، تحيل على وول ستريت يا سيدي، تحيل على الأمريكان، مشى لهم 850 مليون دولار، خرج ب 20 مليار دولار، معروفة القصة، شراء وأسهم سيتي جروب. فيأتي محمد بن سلمان لينزع منه، لهذا الوليد بن طلال هو أكثرهم تشددا ورفضا لهذه المهزلة ويطالب بمحاكمة علنية. هنا شخصية محمد بن سلمان وجدت لها أعداء آخرين، قلنا أمراء، قلنا قبائل، قبائل التي شكلت الحرس الوطني، وأرجوكم الحرس الوطني والجيش السعودي سنحقق له، سنخصص له حلقات في المستقبل، وسيلعب دورا ذات يوم. أنا أحكي لكم من مفاهيم العلوم السياسية، الأجهزة التي يستقوي بها محمد بن سلمان، لأن محمد بن سلمان يفقد الدعم القبلي رغم كل الاستعراضات هذه التي ترونها، كل شيء عن الخوف والذباب الإلكتروني وكله لا يعني شيئا أمام الحقيقة والواقع السوسيولوجي. هو يحكم بالأجهزة، الأجهزة، سلامة أمن الدولة، أمن الدولة، كما كان يفعل بن علي، كان يحكم تونس بالأجهزة إلى أن انقلبت عليه الأجهزة وثار عليه الشعب. إذن هو دخل في صراع مع وسط المال. الوليد بن طلال شبكة ضخمة من العلاقات الدولية الاقتصادية، أي مستثمر أجنبي لن يدخل السوق السعودية، أي سعودي مزدوج الجنسية رغم القانون السعودي يمنع ازدواج الجنسية مثل المصري وغيره الذي تم اعتقاله سيرفض، لا يريد هذه الجنسية السعودية، بالنسبة لي كارثة. وتهريب الأموال، ومن معلوماتي الخاصة أن الدولة السعودية مليارات الدولارات تستنزف تخرج بصمت كبار التجار والأثرياء سعوديين وأجانب، أخرج أخرج أخرج، لأن نحن أمام فتوة تستخدم الأجهزة الاستخبارات والأمن والبوليس من أجل انتزاع الثروات والضرب التالي الثقة في السوق. لم يعد أحد يثق في السوق السعودي، لهذا البورصة منهارة والشركات منهارة إلى آخره، والاستثمارات تهرب والأموال تهرب، ليبقى محمد بن سلمان لوحده. هذا عبقري في عزل نفسه، شبيه الوحيد هو ترامب الذي عزل نفسه اليوم حتى في مجلس الأمن، يعني حتى بريطانيا لم تكن معه وهي تصوت عادة آليا لأمريكا. نفس الشيء محمد بن سلمان يحقق عبقرية عزل الذات عن الدعم القبلي، بالتالي الدعم الشعبي، عبر إهانته وإذلاله لمتعب بن عبد الله قائد الحرس الوطني، لأوساط المال، لأوساط رجال الأعمال. وكما قلت لكم في الحلقات القادمة، تضرب ثم فعل ورد فعل، ردود الأفعال قادمة. ما الذي يستطيعه الوليد بن طلال مثلا لو يخرج من السجن؟ يدفع مبلغ معين أو بضغط دولي يخرج ويكون موجود في باريس، لندن، جنيف، في نيويورك إلى آخره. والله ما يعملوا 10 قنوات أفضل من الجزيرة صباحا مساء تتحدث على محمد بن سلمان، سيشعل له حربا عالمية إعلامية ومالية واستثماراتية، وسيمول له كل المعارضات السعودية. لهذا سبب أن محمد بن سلمان في مأزق داخلي مع الوليد بن طلال، مع متعب بن عبد الله، مع الحرس الوطني، مع الجيش الوطني المورط في اليمن، مأزق اليمن إلى آخره. وتأتي قضية القدس. في قضية القدس يفرض حتى على المغردين أن لا يغردوا لصالح القدس، وشاهدنا تغريدات تسخر من القدس، تسخر من المقدس، بينما الجماهير في تونس تتظاهر صباحا مساء من أجل القدس، في لبنان تتظاهر صباحا مساء من أجل القدس، خدرجت في العراق، في الجزائر، في المغرب، في كل العواصم العربية إلا في السعودية، قالت المظاهرات حرام، يعني التعبير عن رأيك حرام، التضامن مع القدس حرام. إذن حسب رأيي، وسأدافع عن هذه الأطروحة وسأعطي حجج في الحلقات القادمة لأبين أن محمد بن سلمان وهو يؤسس
للدولة السلمانية الأولى، قضى على الدولة السعودية الثالثة، لكن إلى متى ستعمر الدولة السلمانية الأولى؟ والأيام بيننا. كما عودكم في الحلقة القادمة، شكروا لي عليها كثير من الأصدقاء وطالبوا أن يعني أقدم بعض الكتب التي تهتم بالشأن السعودي، وعندي مكتبة ضخمة طبعا في مركز دراسات، عندنا مكتبة ضخمة حول السعودية بثلاث لغات، نشتغل العربية فرنسية إنجليزية، وأيضا الوثائق وأيضا المقالات العلمية في الدوريات العلمية المحكمة بثلاث لغات. طبعا الكتب ليست مصدر وحيد للمعلومات، ثم مصدر من داخل السلطة، وأنا حدث لي شرف أن بنات الملك الراحل عبدالله تصلوا بي واعطوني معلومات ما يعينونه، وإذا زوجة الملك الراحل دفعت عن قضيتهم. أيضا البعض قالوا لي من قال أنا لديك علاقة بسعود سيف النصر؟ نعم، تغديت مع سعود سيف النصر وتحدثنا ساعات وساعات طويلة وتهاتفنا كثيرا، وهذه قصة موضوع أخرى، وعندي كل وثائق قدمها لي، ويقول تعرضت لمحاولة اغتيال، نتحدث عن سنوات مضت يعني، وحتى نسخة من جواز سفر أعطاه لي، عندي هذا الملف وسأهتم به. بالله من يعرف معلومات خاصة عن سعود سيف النصر أرجوك يتصل بي حتى ينشر تعليقا على اليوتيوب، لأني أريد أن أتبنى هذه القضية. ثم طبعا تابعت، أنا أقول دائما أشاهد نشرة الأخبار اليومية السعودية ليس تصديقا لما يقال فيها، وإنما للبحث عن ما بين السطور، روهام جدا. قبل كنا نفهم الأمير المغضوب عنه على الأمير مش مغضوب عنه، هذا يطلع أكثر إعلامي، مثلا متعب، مثلا محمد بن سلمان برز إعلاميا، سيطر إعلاميا أكثر من ولي العهد لما كان محمد بن نايف ولي العهد. كل عرفنا أن الاتجاه إذن أن يستولي على ولاية العهد عبر مشاهدة التلفزيون السعودي ونشرة الأخبار. طيب يعني حتى لو طيل عليكم، إن شاء الله عندنا حلقات قادمة شيقة حول الجيش السعودي، ولماذا قسمت القوات السعودية، وهل يمكن أن يلعب دور في المستقبل بعد دخولي في حرب في اليمن إلى آخره. سأقدم لكم مجموعة كتب مش منظمة يعني بيبلوغرافيا، لكن من هنا وهناك حتى تعطيكم فكرة. المرة الفاتت وقفنا عن هذا الكتاب لصديقي حماد يرديسي، لباك دو نجد، ميثاق نجد. هذا من أروع الكتب التي حللت علاقة عبد العزيز آل سعود ثم آل سعود بالأمريكيين. تعرفوا اللقاء الشهير على متن الباخرة الأمريكية كوينزي في البحر الأحمر سنة 45 بين روزفلت وعبد العزيز آل سعود، النفط بلا حساب مقابل حماية العائلة. الآن محمد بن سلمان أخذ ذلك، يريد النفط أكثر من النفط، حتى المال بلا حساب 460 مليار دولار مقابل حماية الشخص، مقابل حماية آل سلمان، حماية سلمان وأبنائه، وحماية محمد بن سلمان وإيصاله للملك. طبعا تاريخ آل سعود ناصر السعيد، الكثير من الأصدقاء أيضا طلبوا مني حتى كيف يحصلون على النسخ، هذه طبعا نادرة جدا، تم اغتيال ناصر السعيد عبر المخابرات السعودية، اختطف من لبنان. هذا كتاب جيد جدا لكل ما هو قبائل والشعر الشعبي والهزيج إلى آخره، وما الذي حدث في المعارك بين عبد العزيز آل سعود والقبائل التي يشتبك مع عسكريين. أيضا تحدثنا عن كتاب مضاوي الرشيد، كتبها كلها قيمة في الواقع، المركز يمتلك كل كتبها. الخلافة في العربية السعودية، هذا كتاب أجنبي مترجم، هذا كتاب هام جدا. العربية السعودية لامناس، المملكة العربية السعودية التهديد، كل ما تحدث فيه تقريبا يحدث الآن، وهو هذه الصراعات بين الأمراء وهذا الغليان، ثم تفتت العائلة مع الجيل الثالث، يعني مع جيل أحفاد عبد العزيز آل سعود، لن تمر المسألة بسلام. لست الوحيد الذي يتحدث ويحكي في ذلك، وإن شاء الله كتابي القادم سيكون سنة 2018 مخصصا لمحمد بن سلمان. أنطوان باسبوس، العربية السعودية تون كيستيون، المملكة العربية السعودية محل تساؤل، أيضا يثير كل هذه الجدليات. طبعا أصدقائي قالوا لي كل كتبك أنت يا أكاديمية يا معارضة للنظام، لا والله أنا أبذل جهدا كبيرا جدا لقراءة كتب البروباغندا، دعاية سعودية ما ينشرونه، وطبعا طبعات فاخرة، حتى أوازن، حتى تكون لي للباحث
فكرة متكاملة، وهذه مكتبة ضخمة من كتب اشتريتها تدافع عن النظام وتمجد النظام، وهي عادة خاصة تلاحظون كتب كرتونية أنيقة جدا، عنوان المجد في تاريخ نجد، هذه كتب حول الملك عبد العزيز واستراتيجيته وعبقريته إلى آخره، دائما كتب خضراء اللون في طبعات أنيقة جدا. هذا كتاب مقاتل من الصحراء لخالد بن سلطان الذي كان ذات يوم قائد الجيش السعودي، فتم إزاحته من قبل محمد بن سلمان، إزاحته من قبل محمد بن سلمان بعد أن اتهم بأنه لم يدير جيدا المعارك ضد الحوثيين في معركة جبل دخان إلى آخره، تذكرونها جيدا. هذا هو يريد أن يرد على شوارزكوف، لأن شوارزكوف سنة 1992 نزل كتاب ضحك وسخر فيه من سلطان بن خالد بن سلطان على اساس انه لا يفهم في العسكريه ودائما يسال عن الطعام وايصال الطعام الى اخره، فرد عليه بكتاب انيق جدا ترجم للغات كثيره وطبعا هو كله بروباغندا، حتى يبين انه كان القائد الفعلي لعاصفه الصحراء الان صارت عاصفه الحزم في اليمن. هذه طبعا دائما كتب البروباغندا الملك القائد، وهي متشابهه في الواقع يعني كلها تمجيد وتبجيل. الملك عبد العزيز أيضا كلها كتب الجميلة الخضراء هذه تمجد طبعات فاخرة جدا، ورق فاخر ممتاز. والله لست أدري هل يعينني ذلك في البحث والبحوث والكتب القادمة، أنا أستخدمه، أنا مضطر لقراءة كل شيء طبعا حتى نفهم ماذا يحدث، والمرة القادمة إن شاء الله أوريكم كتب أخرى وأيضا المقالات العلمية الأخرى وحتى باللغة الإنجليزية. ثم كما قلت المصادر أهم شيء، أنه أصدقاء من الجزيرة العربية، لأنه دائما أسأل الأخ سعودي وهو يقول يا أخي لا تهين لا تقل عني سعودي، أنا نجدي أنا حجازي أنا عسيري أنا نجراني إلى آخره. المرة القادمة إن شاء الله أيضا في حلقة أخرى سأقدم لكم مجموعة كتب أخرى تهتم بشأن المملكة، وركزوا معي وسترون كما قلت، لأن هذه الحلقة مخصصة أكثر للوليد بن طلال. الوليد بن طلال إن لم يقتل طبعا يسمم، لأنه يبدو أن الشخصية الاندفاعية المتهورة لمحمد بن سلمان قادرة على كل شيء، فإنه سيرد الفعل، ورد فعله سيكون شرس قوي جدا، خاصة إذا ما خرج من السعودية ووصل إلى بلد أوروبي أو غربي. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.